بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ شو الاخبار؟ معكم اخوكم بدر مستر فيفا اس اي. اليوم بتكلم عن لعبه اساسن كريد، افضل لعبه لعبتها في 2012. تقييمي لها صراحه لو بقيمها راح يكون تقييمي لها عالي. اللعبه متعه في جميع ما عدا الاونلاين، طبعا الاونلاين ما عجبني ابد والاونلاين سيء. اللعبه كانك تبي تلعبها اعرف انها لعبه اونلاين، لعبه عفوا اوفلاين، تلعب القصه وما راح تلعبها مرة ثانية. فاللعبة باعت 3.5 تقريبا مليون نسخة في أول 4 أيام. اللعبة ترى ما هي للصغار، اللعبة 17 وفوق، لأن ترى فيها دمان وفيها مقاطع شوي ما لها داعي. راح تلعب اللعبة بشخصيتين طور القصة. الشخصية الأولى اللي هو هيثم، كنا هيثم، حول هيثم اسم غريب، شخصيته قوية مرة. الشخصية الثانية ما بيحرق عليك القصة، تستكشفها إن شاء الله مع القصة. شخصيته مرة قوية، حتى أنا صراحة استغربت. يعني شوف المقطع، أنا قاعد أكلم الكابتن وأنا بسفينته، يعني ممكن يقلب علي في أي وقت. But let me be clear. Should you ever dare to insult or threaten me again, I'll not hesitate but to cut off your head myself. Are we understood? Excellent. Good day. نمط اللعبة يستخدم أحداث من التاريخ كمراحل، من المراحل برضو من الثورة الأمريكية. الأكشن فيها مرة ممتاز. الشباب اللي ما يعرف أساساً أو المهمة اللي كانت وشي، أنت في اللعبة تغتال الناس، تغتال شخصيات أنت تحددها أو تكون محددة لك في نفس الكويست أو المهمة. اللعبة فيها أكثر من 30 حركة جديدة وضيفت هذا الجزء في الأكشن. وفي من الأشياء الجديدة اللي أضافوها واللي عجبتني مرة، أنك تقدر الآن تلعب وتتحكم بسفينة كاملة، عندك الفول كنترول عليها، قيادتها متعة متعة متعة. طريقة التوجيه فيها وقذف بالمدافع اللي انك تطلق على السفن الثانية، صراحة كنت اتمنى انهم ينزلون لعبة كاملة بحرية مراحلها، لانها فعلا تجربة جديدة واستمتعت فيها. كنت تلعب اللعبة على سراوند سيستم او تلعبها على الهيدسيت سماعات، راح تلاحظ كيف ابدعوا بالاصوات، سواء المؤثرات الصوتية او اصوات الشخصيات زي ما انتم تسمعين الحين. اللعبة كبيرة مرة، الماب كبيرة جدا، راح تتعب من كثر ما تمشي. فموجود خيول، موجود الفاست ترافل اللي هو انك تضغط ستارت وتروح المنطقة معينة بسرعة عشان يختصرون عليك الوقت، لان زي ما قلت لك اللعبة كبيرة وراح تتعب وانت تمشي. فحطي لك الخيول. يعني جو اللعبة في العاب ثانية حتى في نفس اللعبة، مثلا اللعبة هذه الظاهر انها حقت XO أيام الجاهلية الظاهر. فلازم أسوي، أنا الأبيض الحين، لازم أسوي خط واحد 3 دوائر مثلا. شوف الآن الأسود هو حطه 3 دوائر، يأخذ دائرة من البيض حقتي. القصة راح تمر فيك في جميع مراحل اللعب، يعني التخطيط، تلحق أحد، تتسلل. والشركة أعلنت أنها بصدد ان شاء الله انتاج فيلم عن لعبه اساسن كريد. بطل الفيلم راح يكون مايكل، من ابطال الفيلم هو بطل فيلم الاخير اكس مان اللي كان معه، وانا يعني اشوف صراحه الدور لايق عليه. الفيلم ان شاء الله راح ينزل 2013. ولا في اخبار عن الابطال اللي معه الثانيين بالفيلم، ولا المخرج ولا الميزانيه ولا اي شيء. اللهم فقط انهم اعلنوا عن الفيلم وانهم على وشك ان شاء الله انتاجه في 2013. من الاشياء اللي عجبتني في اللعبه الحرية وانت تلعب. مثلا انا عجبني المكان فوق، ابي اطلع فوق، ابي اروح فوق، ما فيه ستوب او ما في شيء يقول لك لا تروح وما تقدر. انت بتروح بالعكس، حتى تستمتع وانت تروح. زي ما قلت لكم اللعبة لها جوها الخاص، التغيير فيها رهيب. يعني اللي خاف من المرتفعات هنا يا شباب
يعني توهق. المراحل او المابات تلقى في مناطق زي كذا تروح فوق وتضغط بيه يسوي استكشاف كامل للمنطقة. اللعبة ترى زي الألعاب الثانية، فيها بعض الجلتشات وفيها بعض الأخطاء، لكن كأعلنت برضو الشركة أنها راح ينزلون أبديت أو باتش يضبط الأمور ويضبط الأصوات، في بعض الأصوات تختفي راح يضبطون كل شيء. طيب نجي للمهم الآن اللي هو نظام الفايت، نظام القتال باللعبة. لاحظ الرادار تحت على اليسار أو الماب أو الميني ماب، تشوف النقط الحمراء، هذول نفس اللي قدامي الآن اللي هم اللي في اللعبة اسمهم الريد كوتس، اللي هم لابسين أحمر. نظام الفايت فيه مو أي زي لعبة، ما يعني نادرا ما تلقى ألعاب زيها، ما قد لعبت لعبة زيها نفس نظام الفايت هذا. طيب خليني اتميل الاحلام بالسيف. يمكن البعض يقول اني ابالغ اذا مدحت نظام الفايت في اللعبه ولا شيء، لا والله ماني ببالغ ولا شيء، لكن انا اشوف اتكلم لك عن وجهه نظري انا اللي اشوف كذا. ليه عاجبني مثلا اوريك المقطع هذا، عطني رايك. المثلث الاحمر اللي يطلع فوقه معناته انه راح يهجم عليك الحين. طبعا هم ليش حطوها لان اذا صار عليك زحمه ممكن انك تفرق وتعرف من بيهجم عليك. اضغط بي وقتها راح يصد الضربه وراح يطلع لك الخيارين، الاول اللي هو بي ثرو، اذا ضغطت على بي راح يرمي نفس العدو او نفس الجندي راح يرميه. اي ديسارم اللي هو انك توخر او تطيح سلاحه منه. بضغط الان بي صديت، بعدين اي طيحت منه السلاح. طبعا بعض الجنود فيهم ذكاء، بعضهم يروح ياخذ سلاح خوية او سلاح اللي ميت، بعضهم لا، بعضهم يخليك ويروح ينادي الجنود، يهرب وينادي الجروب ثاني او ينادي مجموعة ثانية. طبعا هنا برضو صديت وضغطت بي اطيحه، هذه تفيدك اذا كان عندك زحمة او جنبك ناس واجدين، وتعلق على بي زي كذا تصد تصد تصد، او اذا بغيت تنهي بي بعدين اكس وسوي الفينش الموب عليه. في بداية اللعبة راح يعلمك أساسيات الفايت، كيف تهاجم وكيف راح تبدأ. طبعا أول شيء بالملي بدون سلاح، بعدين راح يعلمك بالسورد، وبعدين راح يعلمك على المسدسات أو البنادق. اللعبة فيها أكثر من 20 سلاح، كل سلاح له خاصيات وله قابليات. فيه السيوف، فيه الأكس، المطارق، فيه البنادق، فيه المسدسات. تقدر تبيع وتشتري سواء الايتمز اللي عندك، الأغراض أو الأسلحة وغيرها. الشوتينج والطلق بالمسدس عليه أو على الأعداء راح يكون نفس أي نظام لعبة، وجه عليه واضغط الواي الزر وراح يطلق عليه. الريلودينج راح يقعد معك 5 ثواني، وعلى حسب قوة الأسلحة، في بعض الأسلحة لا طلقتين بنفس الوقت، في بعضها 3 طلقات، في بعضها بدون ريلود. برضو ذكاء الكمبيوتر راح يكون عالي، ما قدر يوقفك راح يطلق على الخيل، راح يحاول يوقفك بأي طريقة. الهروب والاسكيبينج، إذا جيت تهرب أنت وطريقتك، في 1000 طريقة إنك تقدر تهرب، تقدر عن طريق المباني إن البيوت ترقاها. أنت عندك الحرية في الهروب وكيف تتصرف في اللعبة. بعد أول مهمتين في اللعبة راح تتعلم كيف ترقى وتتسلق المباني أو تتسلق الأشجار أو تتسلق، لأن في مهمات زي هذه يجبرني الآن إني أتابع أو إني ألاحق اللي عليه النقطة البرتقالية 9 8 7، بينتهي الوقت لازم أشوفه، شفتها الآن يرجع يصفر الوقت من جديد. فراح إجباري راح يعلمك كيف تلحق وكيف تتبع وكيف تتسلق بسرعة. يعطيكم العافية. اللعبة تلعب 2 إلى 8 أونلاين. القصة الظاهر يبي لك فوق 15 ساعة عشان تخلص اللعبة كاملة بدون السايد ميشن، بدون المهمات الثانوية.
اللعبة ترى ما غطيت لكم ولا 5% عنها، فبس أعطيتك نبذة عن اللعبة. اللعبة ترى حتى من كثر ما هي كبيرة فيها صيد أنواع الحيوانات الله يكرمكم، تقدر تحط كمين، تقدر يعني لعبة لها جوها الخاص، لها نطلع من الروتين شوي، من فيفا، من كول اوف ديوتي، من هيلو، من الألعاب هذه. اللعبة بشكل عام مرة حلوة، أنصح بشرائها إذا كنت راعي ألعاب، راعي جيمز بشكل عام. لكن في ناس ما هو ما تصلح لهم، ما هي جوهم، هم حقين كول اوف ديوتي بس أو حقين فيفا، ما تجوز للألعاب هذه. فإذا كنت مو محب للألعاب أنصحك باللعبة هذه. اللعبة على البي سي تقدر تحملها، أو على الأكس بوكس، أو على البلاي ستيشن. يعطيكم العافية ومشكورين، ونشوفكم على خير إن شاء الله.